وانا قاعد على التلفزيون انا وابن عمي، وامي قاعده بتخبز واختي اللي هم ضربوا صاروخين. قلت لابن عمي قوم قوم قوم، اللي هو انا قمت اللي هو بده قام وخلص بده يشرد، اللي هي وقعت عليه ماسوره، انا وقع علي حجر عبطني. الطفل هذا عمره 8 سنين عاش 3 حروب، يعني لما يصير عمره سن الشباب كم حرب بده يكون عايش؟ من حقهم يعيش اطفال العالم انه يفرح ويكون سعيد طفولته ويعيشها صح.